اهلا وسهلا فيكم من جديد. اليوم بفقرتنا الطبيه بنتحدث عن موضوع شد الجفون غير الجراحي. شو هي الدواعي اللي ممكن تخلي الشخص يلجا الى عمليه شد الجفون غير الجراحي؟ بنتحدث فيها اكثر مع الدكتوره رزان العبد الله، اخصائيه جلديه وتجميل ومعالجه بالليزر. اهلا وسهلا فيكي. كيف حالك؟ اهلا وسهلا دكتوره. يعني قبل ما نحكي عن العمليه تبعت شد الجفون، حكينا هي عمليه غير جراحيه من خلال اجهزه مختصه. بدايه خلينا نعرف ايش هي المشاكل اللي بتؤدي الى ترهل الجفون بالبدايه. هلا بالبدايه من اهم المشاكل اللي بتسبب ترهل الجفون طبعا هي التقدم بالعمر. بالعاده انه لما يصير في تقدم بالعمر رح يصير ترهل يعني بالجلد، ترهل حتى بنقص بالفات بالمناطق الموجود فيها الفات، بصير بينزل مع الجاذبيه فبصير في ترهل. شيء ثاني ممكن يكون احد الاسباب، ناس بيكون وراثي شكل عيونهم بيكون انه بيكون مبطن منقول، فالعيون المبطنه هي احد الاسباب. مرات كمان العوامل، الناس اللي بتدخن كتير، الناس اللي كتير بتفرك عيونها، اللي بيكون عندهم اكزيما بصير عندهم تفريك للعيون، فكمان بيساوي هاي الجلد كتير رقيق فكمان بيترهل لانه جلد منطقة حول العين كتير رقيق فكمان بيسبب ترهل. مرات نقص الفيتامينز ممكن يساوي نقص فيتامين سي. في ناس كمان اللي ما بتعتني بالبشرة طبعا، انه اللي ما بتستخدم كريمات مع الوقت ممكن يصير في عندهم ترهل. الناس اللي كتير بتحط ميك اب، ازالة الميك اب كمان بالكلينزر بطريقة اذا كان كتير طريقة شديدة ممكن يعمل ترهل. هاي في أسباب، طبعا في أسباب مرضية بتكون إنه ارتخاء بالعضلة أو شلل بالأعصاب ممكن يسبب الارتخاء. نعم. طب إيش هي الدواعي اللي بتدفع الشخص إنه هو يلجأ إلى العملية؟ يعني هل مثلا لازم الواحد ينتظر لحتى تنزل الجفون للآخر بعدين يلجأ إلى العملية، ولا كل ما كان أبكر كل ما كان أفضل النتائج؟ هلا بترجع للأشخاص. هلا في أشخاص ممكن تحسي إنه لك أنا مو مضايقني الموضوع فما مضطر أعمل. في أشخاص حتى لو كانوا بعمر أصغر ممكن لك أنا كتير حاسة إنه ضايقه ما عم بقدر احط ميك اب بشكل صح، انه البنات مثلا بيقولوا انه لما نحط الايلاينر بيعلق فوق. ففي احد الاسباب انه في حل لهالمشكله فبصيروا يسالوا انه شو في حلول. هلا بالعاده انه يعني ما في عمر معين، اذا حدا مضايقه المشكله رح يجي يحكي لك انه عندي هاي المشكله. نعم. فممكن يحلها. تمام. طيب اذا نحكي عن الحل، شو هو العلاج بما يتعلق بعمليه شد الجفون غير الجراحي؟ هلا كتير في حلول، بس في حلول هلا اجد من نحن عم نحاول انه نعمل اي شيء تجميلي بدون ما نستخدم الجراحه. احد هاي الحلول مرات احقن البوتوكس، ممكن نحقنه بالمنطقه فوق مشان نرفع الحاجب فبيساوي شوي رفع للجفن. ممكن نستخدم الخيوط الجراحيه مشان كمان نرفع بطريقه معينه، ممكن ترفع الهي بتشد الجفن. ممكن مرات نعمل فيلر لنفس الجفن من هون مشان نرفعه كمان بيساوي شد. هلا من احدث الطرق هي شيء اسمه شد الجفون غير الجراحي بجهاز اسمه البلكسر، اللي هو بيخلق شيء اسمه البلازما اللي هي عبارة عن حرارة بتساوي شد غير جراحي بدون ما في إلى دواعي إنه لا طب ولا جراحة ولا الريكفري تايم تبع الجراحة. فهي إنه للمرضى اللي مو حابين يعملوا جراحة وحابين يخلصوا من المشكلة هو حل كتير حلو. بس قديش درجة الترهل؟ يعني لو كانت درجة الترهل متقدمة بحلها هذا الجهاز؟ هلا نحن دائما بنقول إنه المشكلة الكبيرة كتير ما رح تكون مثل حل الجراحي. طبعا حل الجراحي بيعطيك نتائج كتير أحسن، بس في ناس كتير بيقول لك ما بدي فوت الجراحة، ما بدنا تخدير، ما بدنا الوقت اللي بياخده الزراء، المشاكل اللي بسببها الجراحة. في كتير ناس تحب تبعد عنا خصوصا إذا كانت هي مو حابة يعني أنه تفوت بهذا الريسك. تمام. طب إذا نرجع نحكي عن هذا الجهاز اللي حكيتي عنه دكتورة، شو هو طبيعة عمله؟ قديش الواحد بيحتاج من الجلسات؟ هل جلسة واحدة مثلا تكفي؟ هلا هو جهاز عباره عن هاند بيسز الى تب معين. هذا التب بيعمل على تقيين الغاز الموجود بالهواء بين التب تبع الجهاز والجلد. طبعا نحن ما بيكون بلامس الجلد، هو بيكون تقريبا فوق الجلد بشوي. فهذا التقيين الغاز اللي بيكون اللي بيعمله بولد حراره، هاي الحراره بتعمل شيء اسمه بنقول تايتنينج، ويعني هي شد وبنفس الوقت انكماش للجلد. فالجلد الزايد بينكمش وبشد وبعدين تخلص من الترهل. بسبب اي احمرار؟ ممكن يعمل اي مشاكل مضاعفات؟ هو اكيد بعد ما نعمل طبعا نحن من العمليه اهم شيء انه هي تخدير موضعي عن طريق كريم موضعي بنحط على المنطقه وبعدين بتطبق. بعد تقريبا نص ساعه بنطبق الجهاز. هلا ممكن يسبب بعد الجلسه رح يساوي مثل نقط بنيه، هي مثل حرق كربوني اللي بيساوي هذا يعني القوس الكهربائي اللي عم يتكون بين التبس وبين الجلد. نعم. فانه رح يساوي لنا مثل نقط بنيه. شلون نقط الجروح؟ رح تقعد تقريبا من 3 ل 5 ايام تقريبا على الاسبوع بتبلش تنزل هاي النقط. نحن مع يعني
النصائح اللي رح نعطيها للمريض رح تنزل هدول التيبس، رح يترك بعديه حمار خفيف بيضل ممكن من شهر لشهر ونص وبعدين بيروح. بس الواحد بيقدر يمارس حياته بعد ما يعمل الجلسة بشكل طبيعي. كمان بترجع هي صراحة من شخص لشخص. هلا هو بالعادة رح يصير شوية نفخة بسيطة بالعين، رح يصير في عنا هدول النقط البنية، فهي شوي ممكن تضايق المريض، بس بعدين بعد 3 لـ5 أيام رح يقدر يمارس حياته طبيعية. وفي ناس من أول يوم بتكمل لما كتير تهتم وبتقلك إن هو أصلاً أريدي منفوخين فما رح يبين. طب وأكملنا جلسة ممكن الواحد يحتاجه، ولا هي جلسة واحدة بتكفي؟ هلأ نحن بالعادة ممكن من جلسة لجلستين أو 3 جلسات بس مو أكتر يعني، وتقريباً بيناتهم نحن عم نحكي من أسبوعين لشهر لحد ما يصير. وبالنسبة لضمان النتيجة قديش ممكن تكون نسبة الضمان للنتيجة؟ هلأ النتائج طبعاً هي بتكون نحن عم نحكي من 70 لـ80%، وإذا كانت الحالات بسيطة بتعطي تحسن 100% تقريباً. بس هو أهم شيء نحن اللي بدي أحكي إنه اللي لازم نعمله بعد الجلسة، إنه كيفنا نحن غير انه نحافظ غير إن المشكله هدول النقط البنيه، نحن بنقول بالعاده للمريض انه يستخدم اي شيء من الكريمات المرممه، يستخدم فونديشن معه، فونديشن طبي نحن بنقول مع واقي شمس، اهم شيء الواقي شمس حمايه من الشمس، من ممنوع يتشمسوا، هدول كثير نصائح مهمه للمرضى، انه ممنوع تتشمسي بعد الجلسه. لا بعد قد ايه؟ نحن عم نحكي لشهر ونص شهرين. لازم تضل حاطه نظارات شمسيه طول الفتره تحافظ انه ما يصير في كونتاكت مع الشمس. لازم نجفف هاي النقط عن طريق الميك اب، فكل يعني خلال اليوم اول 3-4 أيام لازم كل تقريبا 2-3 ساعات تغطيهم بالميك اب، فكمان بحافظ عليهم. نعم. طيب يعني اذا بنقدر نقول انه انتم عم تنصحوا بالنسبه لاخصائي الجلديه، عم تنصحوا مثلا بهذا النوع من العلاجات غير الجراحيه زي ما قلنا للناس اللي ما بدهم يلجؤوا للجراحه واللي ما عندهم حالات شديده بتستدعي انه تعمل جراحه. تمام. طيب دكتوره رزان انا بدي اتشكرك، شكرا لك، اهلا وسهلا فيك، شرفتينا. شكرا للمتابعه، ما تنسوا تشتركوا بالقناه لحتى تتابعوا كل شيء جديد.